تعال قرب احمد نسوي سحب. هذه كامل التعليقات نقول واحد بسم الله. يلا شوف عيونه ويناس ويناس وشعرك. هلا والله اليوم والله. اليوم قررنا نسوي لفه على مطاعم المشاهير ونشوف هل فعلا تستحق التجربه ولا مجرد اسم وسمعه. لا تنسوا تعطونا على هذا المقطع لايك لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. في كمان سحب على شخصين في هذا المقطع. في سحب راح يكون على شخصين راح يربحوا معانا وجبه غداء او عشاء او مبلغ مالي قيمه الوجبه يعني. تمام ليتس جو. وصلنا شريمب نيشن وطلبنا اثنين شريمب لي ولاحمد، واظن انه هذا المطعم لاسامه داوود. اول ما تدخل المطعم يعطوك هذه عشان لا تبهدل نفسك. والله شكلك زين رجل فضاء. ايش دخل؟ شوف هذه حقك هذه حقي. نستنى الطلب يوصل بعدين نرجع له. يعطيك العافية. سلطة جرجير. ايوه ما طلبت. الله يعطيك العافية. شوف 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 الصوص كيف؟ شوف عيونه ويناس ويناس وشعره. عيونه جميلة ها؟ الآن يا اخوان راح نسوي سحب على شخص واحد راح يفوز معنا بوجبة غداء أو عشاء أو قيمتها. مين سعيد الحظ؟ ويتحول له المبلغ وين ما كان. تعال قرب أحمد. نسوي سحب. هذه كامل التعليقات. نقول واحد بسم الله. يلا سنة. واحد اثنين واحد اثنين ثلاث. مين؟ مين؟ الملاذ الأخير. مين؟ الملاذ الأخير. الملاذ الأخير. الملاذ الأخير ربح معانا وجبة غداء أو عشاء أو قيمتها. هو يختار اللي يناسبه. السحب الثاني راح يكون بنص المقطع أو آخر المقطع. خلوكم مع المقطع. ادخل في الأكل أحمد. هذا شريمب نيشن. مبروك. مبروك الملاذ الأخير. هذه يا أخوان حاجة بسيطة. انتوا تستحقوها. مجرد حاجة جدا بسيطة مني ومن أحمد. السحب الثاني راح يكون من أحمد. هذه مني والباقي من أحمد. نقول بسم الله. شوف 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 طريقة عليك. أكل. الله يمين. شريمب نيشن. بس ثواني ثواني. هم عارفين إنه أنت راح تسوي بهدلة في حياتك عشان اثار الجريمه يا اخوان عشان البصمات. اسلم. كيف الريحه؟ واو مين. انتوا ندخل في اول واحد شايفين الشرمبه كيف. الله. ترى انا جربت مطاعم كثير من الشرمب، بس شرمب نيشن جربته قبل فتره وكان هو اللي يفوز بصراحه. بس هي المشكله بالاسعار. خذ واحده ثانيه. والله زين ترميها؟ لا ما حرميها طبعا. اكلها تقطع الراس. شوف شوف احمد شوف. تحط الجمبري هنا بعدين تحط فوق الصوص. شايف هذا الصوص سبايسي. واو. بعدين تحط الجرجير. بالعافيه عليك. شوف شوف. كان انا نسيت اسالك اول ما تحط اللقمه في فمك. واو. بسم الله. والاخير وما سميت انا ذره مع جمبري. شعور ثاني. انت طلبت ميديوم احمد؟ كله ميديوم. والله كان طلبنا سبايسي. هوت سبايسي. كله ميديوم. واو. احمد كيف وجهي احمد؟ ملخبط؟ لا لا والله العظيم. اسالك ولا لا تفشل زحمه المكان. والله حلو. شوف 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 الصوص. تاخذ جرجير وطماطم. واو. شوف 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 بسم الله. يا اخوان المكان جدا مزدحم ما شاء الله. كان نفسي اوريكم المطعم، احاول اطلع لكم لقطات، بس انا بصراحه جدا مستمتع صراحه. هذا من المطاعم اللي فعلا تفوز، بس ممكن يعيبوا سعره. ممكن السعر عليكم الطعم علينا. انا بالنسبه لي الطعم يفوز. احمد الان ما دخل. الطعم قيمه تقريبا يعني 8.5 من 10. قيمة السعر عليكم. سعر هذا الكيس 80 ريال تقريبا. 80 احنا صح؟ 78 80 ريال. يعني لما تطلب معاه رز او بيبسي يعني حتطلع الشخص حيطلع ب 100 ريال تقريبا. هذا الصوص مو طبيعي فعليا مو طبيعي. جرجير. احمد 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 استهبل ها؟ الحمد لله خلصنا من شريمب نيشن. الان راح نروح على مطعم سحس شاورما بنج. طلعنا بالسياره اخذنا لفه قاعدين ندور وين شاورما بنج. طلع شاورما بنج جنب شريمب نيشن، الباب على الباب. فراح
رح نجرب شاورما بنج اللي هو المفروض انه يكون مطعم سحس سلطان. احمد مو قادر ياكل بصراحه. قادر تاكل احمد؟ والله صراحه حاليا والله لسه يعني لا لسه. والله ذا الحين ناسي والله ذا الحين ناسي. نروح شاورما بنج ونرجع لكم. ليتس جو. شوف شرمب هنا يا واد وانت هنا. والله قعدنا ندور تقريبا يعني اخذنا لفه بالسياره. وهذا بنج لوكيشن وسكر لوكيشن. هذا بنج اوكي. واو الصوره تحت تلقى حتى على اكياس موجود فم مفتوح من ام اللسعه حقت الثوم. اوه مان فاحنا جينا في موي وراك تقدر تشوف جينا شاورما. خلاص خلاص يا رجل خلينا نصور. خلاص يا رجل يلا ايش استوي ايش وري وري تقدر تشرب من المويه هذه مليان. لا خلاص مو حلو. جينا شاورما بنك كل حاجه تمام كانت الا المويه هذه ب 4 ريال يا اخوان. والله زعلان ربي. ليه يمكن ماركتها ليه عشان مونتانا. مونتانا ايش يا رجال والله كان في بزبوز. كم الوجبه يعني؟ والله العظيم انك منور يا اخوان. احمد ترى مو حابب يطلع في التصوير قاعد يقول لي تعبان وجهي. والله تعبان. شوي تعبان يعني. وجهه مو تعبان شايفه عادي يعني يا اخي. اطلع في التصوير وعين من الله خير. والله تعبان يعني. والله حنزلك ترى. انا حنزلك بهذا. تفضل. تسلم يعطيك العافيه. الله واحد دايت واحد عادي. الله يسلمك. هذا ايش هو؟ هذا التوست. بو 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 بو. شايف شايف الشكل؟ ايه. فك الصوصات. ذوقنا ذوقنا. يا سلام. حطها شوي مع الباربيكيو. والله زودت باربيكيو انت. انا قلت شوي يعني. حطها شوية مع الصوص كوكتيل. كيف الثوم؟ الباربيكيو انت زودته اظن انه يخرب الطعم. يعني يخفي النكهات الباربيكيو. كيف وضعها؟ ممتاز والله. بمباستك والله العظيم. عجبتك؟ حبيت؟ والله مرة. شوفوا يا اخوان كيف انا افتحها في يد واحدة. واو. ريحة الصوريح قبل لا تشم. حطها في الصوصات على طول لانه الباربيكيو انا مو لا تكثر. ما احب الباربيكيو بصراحة. لا تكثر. هذا سبايسي ها؟ هذا سبايسي؟ شوي. بسم الله. لا تحط ثوم مليانة ثوم. الثوم احمد مو طبيعي والله. يعني الشاورما هذا بدون ثوم ما تنفع. صراحة. واو. ترايب. اكثر الاكثر طلب. الله. هذه الاكثر طلب قال لي. شوف شوف ال شوف كيف انفكت. شوف شوف. نرجع. خلاص الجبنه هذه كلها جبنه. الشيبس ولا شيبس؟ أوكي. الشيبس الصوصات الثوم العيش نفسه عيش البريوش. نقول بسم الله. واو طريه شكلها ها. شكله دايس شكله كمان. هذه الاشهر طلب قال لي. بس انا فعليا لو جيت اجرب كمان مره حجرب العربي لاني انا احب الشاورما اللي بالعيش الشامي او عيش الصاج. الشيبس معطيها نكهه مع الثوم مع الصوصات مع نفس الدجاج. ما في له زنخ الدجاج لذيذ. الشاورما هذا ب 40 ريال. الشاورما العربي 37 36 ل 40 يعني من 36 حتاكد من السعر. بس يعني 8 قطع يعني انت تاخذ صاروخ. صاروخ يعتبر احمد صح؟ صاروخ. صاروخ واحد مش دبل يعني. صاروخ متعرف عليه 8 ريال 10 ريال 12 ريال. بس الطعم يا برو طعم مختلف. بس الطعم اسطوري ما يزيد 30 ريال عن الصاروخ اظن. يعني 80% سحس له دور بهذه الثوم. لانه نفس الثوم اللي في مطعمه. انا جربت الثوم اللي عنده في المطعم قويه جدا وهذه نفس الحاجه. اسطوري ها جدا قويه الثوم. هنسحب على الثالث الفائز الثالث المطعم الثالث او الحلقه الثالث او الفكره الثالثه يعني. خليكم مع المقطع يلا. جينا على ام بي كافي. طبعا هذا المقطع لمحمد بكر اكيد عارفينه. اتوقع انه هذا من اشهر محلات الكافي الموجوده في جده ومكه. والله هذا المقطع كرفنا فيه ترى كرف والله مو طبيعي صح احمد. احمد منت يا احمد. انا والله مو قادر اتنفس. احمد منت يا. اكلنا الحمد لله اكلنا زياده بس متعب المقطع يعني. اوكي والله جلس والله يعني. ايش رايك ناخذ الحلقه وناخذ الاشياء ونجلس نتكينا. والله جلسه عربيه فاخره جدا. بنام انا يمكن والله بعد اللي شرب الشاورما. انا منى تحصلني. اوكي الظاهر انه ما في حلقه تصدق.
خلاص الباقي دليفري. ام بي كافي كافي كافي. لمين هذا؟ محمد بكر. محمد بكر. محمد بكر اثنين. واو 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 واو. كيكة واو واو. واخيرا راح نحلي شوي. واخيرا يا آدم. راح نحلي اخيرا راح نحلي. بخلي قبل لا نبدا ولا خلينا ناكل لقمه. واو 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 وريحتها رائعه جدا. اوكي اوكي. طلبنا كيكه المانجا وطلبنا موهيتو. بسم الله. كيف كيف اسالك بالله. واو بسم الله. واو المانجا طبيعي مره. الله كيف لا. ما دخلتها. يلا كيف. خلينا نسحب. احمد نسحب. طولنا المقطع. يلا فائزك انت اسحب عليه. طلبنا مهيتو. اعزائي المشاهدين ليش قاعد يتكبكب؟ بسم الله تكون صادقين. يعني في ألد منه هذا المهيتو. سعره لا يعتبر رخيص. الكيك ب 23 ريال اظن تقريبا 15 اظن 15 ريال المهيتو. صراحة ما عجبك؟ تبع كيان ألد. تبع كيان أنا صراحة تبع كيان شيء عالم مو طبيعي. توين تيربو مع سلاش تقدر يا اخوان. اليوم نسوي السحب الثاني. كفو. قرب 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 كمان كمان عشان اشوفه. قرب انت من البداية ها. ايوه يلا روح. يلا بسم الله. يلا يلا سب. مين 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 يا اخوان مين؟ حاط اصبعك على واحد موف. محمد جاسم. اوه بس هو قايل انا في الدمام. طيب قهر. انا في الدمام. كيف؟ أنا طيب انا بالدمام قهر. ما عليك يا خوي. ما عليك ظبطك ولا توصلك من احمد. كفو والله كفو. شوف وانا معلق له ترى رد عليه صح. ايوه والله حظك ورب الكعبه حظك محمد جاسم. شوف انا قايل له عادي تاخذ كاش. يس انا رديت على محمد محمد جاسم رديت عليه على اساس انه حتى غيره يقدر حتى لو ما كان في جده او مكه يقدر ياخذ حق الوجبه يعني حق المطعم. فهو رد علي قال لي يا رب. شوف 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 شوف, شوف التعليق يا اخي. شوف التعليق يقول يقول يا رب انا دايم معاك ومن داعمينك ربي يحفظك حتى لو ما جاتني يكفي شوفتكم حماسكم. واو والله عشان هذا الكلام سبحان الله ربي رزقك يعني من سنه احلى احوال توصلك من احمد. هذه من بإذن احمد الله. شوف شو نصيبك والله مبروك. الاول كان الملاد الاخير يا اخوان. تواصلوا راح احط السناب سنابي راح احطه بالوصف صندوق الوصف. ادخل اكتب لي لؤي راح احط الاسم موجود الباركود او صوره السناب بالمنتدى. يس واصلوني على السناب ونتفاهم مع بعض. ما عليكم نظبطكم ان شاء الله. والف مبروك وان شاء الله. ايوه مبروك وان شاء الله تكون هذه يعني حاجه بسيطه تفرحوا فيها وتنبسطوا فيها مني ومن احمد. وانا عارف انه هي حاجه قليله لكن يعني القادم افضل باذن الله. باذن الله القادم راح يكون باذن الله مبهر. مو افضل. كيف مبهر؟ والله كلمه مبهر. حموس حموس مبهر. حماس لازم تزيدوا في الكومنتات وتزيدوا الاشتراكات عشان نسوي السحب. والله نفسي اوصل 100,000 صراحه صراحه. انا كان اقول كل بس ونساكت. نسوي الفيديوهات الثانيه يعني لازم يكون في اكتيفيتي يكون في تفاعل يكون في نشاط في الصفحه عندنا. لازم نوصل 100,000 في هذه الفتره الان حاليا. كم؟ 100,000. انا نفسي نوصل 200,000 لكن لو وصلنا 100,000 خلال هذا الشهر تدريجيا. انت كمان تدريجيا درجيا طلوعيا ما علي انا من هذا الكلام لكن ان شاء الله ثقتي في الله كبيره وثقتي فيكم عمياء. اسمع هذا المقطع برضو الحمد لله اول حاجه صح صح. هذا المقطع برضو اذا جاب تفاعل كومنتات حبيتوا الفكره حبيتوا المقطع ممكن نسوي عليه كمان سحب يكون لفائز او اثنين او ثلاثه كمان حسب الدعم اللي راح يجي على هذا المقطع. فاذا كان في دعم راح انزل في المنتدى حقول لكم انه حنسوي سحب من تعليقات هذا المقطع لفائز او اثنين او ثلاث حسب الدعم المقدم. ما عليكم انتم يمكن تقريبا كل فيديو راح يكون فيه سحب باذن الله تقريبا باذن الله باذن الله. بس انتم يعني ضبطوا في خطط. والله في خطط قاعدين نخططها انا واحمد باذن الله انها تفرج يعني لا تحرق. طيب طيب نشوفكم في قطع جديدة مع أفكار جديدة. سلام, سلام.